السلام عليكم. السلام عليكم ابوي. وعليكم السلام. سامحوني اندمجت، بس باركولي يا جماعه باركولي. مبروك ابو مشموخ، ايش صاير؟ تحيدوها المزرعه مال المشاميخ؟ هي بنحولها حديقه مائيه. حديقه مائيه؟ بتودينا حديقه مائيه؟ يا من حديقه مائيه انتي؟ ما انا بسوي الحديقه المائيه، هم بيسوي الحديقه المائيه، احنا بنحصل فلوس. فلوس؟ فلوس سمن. يعني احلامنا بتتحقق؟ ليش لا؟ احققن احلامكم. ابو مشموخ من زمان وانا خاطر اروح لندن. صكح القش، انتي مال لندن دي؟ حدش خور الحمام بس. لا 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 بوديش بحقق احلامش. وانت مش مخوش خاطرك سيكل مع الفقير بعدك دراجه. الله انا خلاص بزنس، انا فلوس، انا سمن. وتعرفوا الناس السمن والفلوس لازم يريحوا، وانا بروح شويه اريح للمغيربات. فلوس فلوس. هذا من؟ ما في ما نمر باب، هذا يجي مني، هذا نمر ترتيب. سمسم كوبرا. الله مثلا. سر داخل. زين ابا. شيخ خان. تعال بحضن جدك يا شيخ خان.
من انت؟ انا مرهون. مرهون؟ الله يفكك دينك. ما عرفتني؟ لا بصراحة ما عرفتك. تعرف خالتك صبيحة؟ عن صبيحة؟ خالتك صبيحة خت سعيد ود مبيوع عمة ناصر خالة جد أم أبوك. بس 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 عرفتهم عرفتهم. يعني أنت من الأهل؟ أيوة أنا من اللهد. خشمك. تفضل تفضل طال عمرك. شيء عشي؟ شيء عشي؟ تفضل. تفضل تفضل. ما شاء الله والله كبرت يا شيخان. هاي وش تبغى نسوي؟ تعال تفضل سريع. يا حي الله عمي مرهون. بس بصراحة أنا بغيت أسألك ولا تزعل مني. وش جايب منك؟ اللي يعبني يا ولدي يا شيخان، أنا محتاج غوازي، أريد أمشي الحق وما في ديني شيء. وما حصلت غيري؟ الحق حق، والله ما يرضى بالظلم. صحيح، بس كان أحد يدق الجرس. بيك مكان. وببدأ بتحية وبرفقها بالسلام. أبو مشموخ كيف حالك؟ بخير الحمد لله. بس عفواً ما عرفتك. أنا وبعد كيف ما عرفتني؟ عوك عمك علي متربيين في البيت العائلة قبرة مع بعض. أنا وعمك خلفان وعمك راشد وخالك حميد وخالتك صبيحة كنا مع بعض في بيت واحد تربينا مع بعض. وبالأمانة فوق راسك هذا علامة الجودة أرفع. هاي رحمو شوفتها كيف ما شاء الله ترمع ترمع. هي والله لك شوق ووحشة والقلب ينبض. ها كذا ينبض القلب. يعني انت من الأهل؟ والله من الأهل. وإن جيت الكلام من الآخر أنا ما بغيت أزعلك، ولكن الحق حق هو ربنا ما يرضى بالظلم. فعليك طال عمرك. ماشي ماشي تفضل تفضل. على بركة الله. تفضل تفضل تفضل. يا هاي وسهلا. السلام عليكم الوالد. عليكم السلام. كيف حالك؟ بخير الحمد. كيف صحتك؟ بخير وعافية. الصغيرين بخير؟ كلهم أطيار. يا هاي وسهلا. استريح استريح. هذا العم علي ما شاء الله. والله ما تقول عرفك بغيت تقولها. والله ما تقول. يا هاي وسهلا. حياك حياك. ها ايش جديدكم؟ ما جديد طال عمرك. كنا حيدق الباب. بيكم. زين روح روح خليني عند البلاستيك هذا روح. بيكم. جايينك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حتى انت اكثر الفلوس اللي عندك واكثر السمن اللي مغنز ما شاء الله مغنز بعد ياي. اسمح لي الحق حق وربك ما يرضى بالظلم. ما ادري وش سالفتكم انتوا. الحق حق والله ما يرضى بالظلم. متفقين عليه. ما تفضل تفضل تفضل. السلام عليكم. تفضل تفضل. الله يرحمك. قم قم. تفضل تفضل. هذا ما شاء الله كله فلوس. هذا من العائله بعد. تفضل استريح استريح استريح. يا حي وسهلا. الله يحييك. هذا بعد من المشاميخ من العائله. ما شاء الله. كنا حيدق الباب. بيكم. الله يعطيش الله يعطيش. أفيا نوبي وش؟ نعم. من انتي؟ بعد مش مهم؟ زي وش تبي؟ حاضرين. الحق حق وربنا ما يرضي بالظلم. انتي من الأهل. تفضلي تفضلي طال عمرك. تفضلي تفضلي. هاي بعد من العائلة. تفضلي تفضلي.
يا حي وسهلا يا حي وسهلا. انتوا شايفينكم صدق بيتي؟ اقصد اسف اسف. سنتوش؟ سنتوش؟ ايوه اربع. سنتوش؟ ايوه. سيب قهوة. زين اربع. يا حي الله منيانة، يا حي الله فيكم. نعم تفضل. والله يا ابو مشموخ تعودنا ما يتكلم الا شيابنا، وبيتكلم الحين الشيخ، اعطيه الكلام. جزاك الله خير. لا تشكرني، روح. بما اني كبير عائلي. كيف كبير ما كبير يعني؟ وش تبي؟ يا ولدي يا شيخان، انا من حقي اعيش باقي عمري سعيد. اريد لي شاليه صغيرون يطلع على البحر. بعد؟ وين وش قالوا لك؟ بركة ماي وش؟ يا جماعة فهموني، وش مستوي هنا تو؟ الحق حق. والله ما يرضى بالظلم. ظلم؟ وانت بعد وش عندك؟ جزاك الله خير. سمع زين ابو مشموخ، طالما هذا البلاستيك ما وصل لك المطلوب فاسمع مني. هذاك البيت نحن كنا عايشين فيه وتربينا فيه من اجداد اجدادنا الين وصلوا لعندي وعند عيالي. يا اخي فاحنا ان حق في التعويض اللي بيعطوك اياه هذول الناس اللي بيبنون حديقه مائيه. ليش بس تشيل كل الفلوس وحدك؟ اي حق انت تتكلم عنه؟ سكت بدي قدلك. انت وش عندك؟ والله انا انسان ما ارضى، انا انسان دارس وعندي شهادات. عندي شهادات وش يعني؟ مش تبه لو حياه المرحوم عبد الله ما كان اكلت حلالنا. حبيبي والله هي بالضمير انت. وانت عجيب. الحق حق وربنا ما يرضى بالظلم. حسستوني فرعون، حسستوني عبد الله بن ابي بن سلول. انتوا ايش سالفتكم؟ ابو مشموخ يا اخي انت ما اعرف انت عقلك في ركبتك ولا ايش الموضوع؟ يا اخي شوف الكلام النهائي، الشيخ ما ترضى بحل مالي؟ راضي راضي. بو الشهادات ترضى بحلي؟ راضي. وانت النينجا ترضين بالحل مالي؟ على شنو؟ اسمعني زين وركز معي زين ابو مشموخ. الجماعة كلهم موكليني انا المتحدث الرسمي عنهم، وكل مهامي تقضي بان اطرح الحل هنا. الحل انه نقسم الارض والبيت اللي عليها، وكل واحد يشيل قسمه، واللي يطلع له قسمه يتصرف فيه. اللي يريد يبيع يبيع، واللي ما يريد يحتفظ في قسمه، وبيطلع عنا كل واحد هبشه. الا كيف على كيفك انت توزع الحلال وتقسم على كيفك؟ يا اخي انا تعبت في هذا البيت، احنا ايام المطر نسبح ما شفناكم. الحين يومين التعويض قلتوا نبى فلوس؟ اسمعوني، فلوس ما في، ما بعطيكم شيء. يا اخي هذا حلالي انا بروحي، انا واولادي. كيف انتوا تو جايين واحد يخصني من بعيد من 65 بيد تخصوني؟ تبوا الورث؟ هذا ما كلام. انزين الحالة النهائي، التعويض اللي نحن نسمعه يعطونك بيت وفلوس. يا اخي اعطينا الفلوس وشل انت البيت. البيت سمعت انه بيت كبير، فيلا طوله بعرض، نحن ما نريد البيت. اعطينا الفلوس بيعطونك ما عرف كم، نحن بنقسمهم في بعضنا، وانت خذ البيت حلال عليك، ما نريد البيت. يا اخي انا بطرطر ثيابي. يا اخي وش فيكم انتوا تشاركون في حلالي؟ انا وش تبون تشاركون في حلالي؟ اخبركم شيء، ما دام كل واحد يقول لي الحق حق والله ما يرضى بالظلم، خلاص خلاص بنقسم وبنشوف وش النصيب، يا لكم يا لي. وش رايكم بنصيبنا؟ نعم كيلو وين متر بس؟ ايوه هذا بعد لو ما عندنا مشموخ كيلو واحد. ماي كازن انا اريد هناك في البلكون. ابا وين غرفتي؟ غرفتك انت؟ بتكون هناك حرف النون، وهناك ان شاء الله بتكون الصاله، هنا المطبخ، وهنا يمكن نسوي جاكوزي، لان الحق حق والله ما يرضى بالظلم.
الشباب، اسمعني.